السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. وصفتنا اليوم طبخ البامية المجمدة أو المفرزة. أكيد بالشتاء ما في بامية طازجة، لذلك نطبخ البامية المجمدة. خليكم معنا نشوف طريقة التحضير مع بعض. برحب فيكم، برحب بالمشتركين الجدد، بتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونا من اللايك. ويلا نشوف الطريقة سوا. المكونات والمقادير حسب أفراد الأسرة أو حسب الموجود عندك في البيت. عندي نص كيلو بامية مجمدة من البيم أو السوبر ماركت. عندي كمان كيلو من لحم الخروف، يفضل تكون دهينة، ودرسين من الثوم، نص حب ونص مهروس، ملعقة من السكر، وملعقة من الملح، وملعقة من ملح الليمون، تكون ملعقة وسط. عندي كمان 5 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم. هاي البامية المفرزة نضعها في طبق، نغسلها جيدا حتى نتخلص من جميع الشوائب الموجودة في الكيس. نغسلها مرة مرتين بالشكل، ونضعها في مصفى حتى نتخلص من الماء. نقمع قرون البامية بالشكل، في منها مقمع وفي منها متروك بهذا الشكل. البامية جاهزة، نرفع طنجرة اللحمة على النار، طبعا بعد غسيلها تنشيفها من الماء. نضع قليل من الزيت أو إذا بدكم سمنة حسب الرغبة، قليل من الزيت لأن اللحمة فيها دهن كبير، ونضعها على نار قوية، ونضيف ملعقة صغيرة من السكر تساعد على طهي اللحمة بسرعة. نشوحها على النار على نار قوية حتى نحصل على لون ذهبي للحمة تاخذ لون. نشوحها تقريبا ربع ساعة. هاي اللحمة جاهزة، حصلنا على اللون الذهبي، نضيف حبات الثوم ونضيف كمان الماء. الماء نضيف تقريبا 4 أكواب من الماء، يفضل يكون الماء كثير حتى نحصل على نكهة وطعمة اللحمة في مرقة البامية. نشيل الزفرة من الطنجرة بهذا الشكل، ونترك اللحمة حتى تنضج تقريبا نصف ساعة أو أقل. نضيف معجون الطماطم، 4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم، نحلها في ماء بهذا الشكل ونضيفها إلى اللحمة. نترك المرقة حتى تنضج وتغلي، يفضل أن تكون مرقة سميكة. نضيف البامية المجمدة على المرقة،
تبقى تقريبا ربع ساعة وتنضج. البامية المجمدة أو المفرزة تكون تقريبا مستوية نص يعني الاستواء، لذلك ما تطول بالطبخ. نضيف قرن من الفلفل الأخضر يعطي البامية نكهة طيبة كثير. ونضيف كمان حبات الثوم. ريحة البامية بتشهي حبات الثوم والفلفل الأخضر. نغطي الطنجرة ونتركها حتى تنضج تماما. نخفف النار ونضيف ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، ونضيف ملعقة وسط من السكر، وملعقة وسط من الملح، وملعقة وسط من ملح الليمون. إضافة السكر حتى يتعدل الطعم مرقة البامية، وما تظهر الحموضة كثير طعم البامية. البامية نضجت تقريبا، نتركها تقريبا 5 دقائق بعد إضافة الملح وملح الليمون والثوم. أتمنى يعجبكم الفيديو. إذا عجبكم الفيديو طريقة طبخي للبامية، ما تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة يلي يشوفنا لأول مرة، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هاي المرقة عندي سميكة، ضبطت لها قليل من الماء. إذا تكون عندكم المرقة رفيعة ممكن تضيفوا ملعقتين من معجون الطماطم. نتأكد انه البامية نضجت واستوت بهذا الشكل. البامية نضجت بصحة والف عافية. ممكن نتذوقها بالمرحلة الاخيرة اذا بدها ملح او بدها ملح ليمون. البامية جاهزة، نطفي النار، وصحة والف عافية. هاي وصفتنا اليوم جاهزة، بتمنى يعجبكم الفيديو، وصحة والف عافية. بتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هاي الوصفة لطبخ البامية الدارية، البامية المفرزة او المجمدة. نقدم مع طبق البامية طبق من الرز أو البرغل، وصحة وعافية. بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.